كونديشنز. النو سليب كونديشنز معناها ان السرعه للفلو اللي عند هذا وباين من شكل الفلو ان هو هنا لامينر هنا ترانزيانت وهنا تيربلنت، او باين من الشكل ده اكتر لو احنا اتكلمنا على اليمنت بعيد عن الوول مفيش تاثير للفيسكا ستريس جوه الباوندري لاير. حسب الفلو اذا كان لامينر بيبقى التاثير ريجولر منتظم، لو تيربلنت بيبقى التاثير عشوائي. طيب يبقى عشان الخص الكلمتين اللي قلناهم المره اللي فاتت، اتفقنا ان الباوندري لاير سيكنس بيتاثر بحاجتين، الفيلوسيتي والبوزيشن الاكس دايركشن، الفيلوسيتي والاكس الباوندري لاير سيكنس بيتناسب طردي مع الاكس، كل ما اكس عماله تزيد كل ما الباوندري لاير سيكنس عمال يزيد. ها ده اللي قلناه المره. اتفضل. هو نفس السبب لتكون الباوندري لاير اصلا. ايه اللي بيحصل؟ هو السبب هو الفيسكاس ستريسز. ايه اللي خلى يبقى فيه باوندري لاير اصلا؟ الفلو كان يونيفورم، اول ما بيلمس النقطه اللي ملاصقه على طول تاخد سرعتها ايه؟ صفر. تبتدي الفيسكا هي سرعتها صفر والنقطه اللي وراها على طول ليها سرعه، يبتدي تاثير الفيسكاس يروح من اول نقطه للنقطه اللي وراها، بعد شويه يروح التاثير من النقطه الاولانيه للنقطه الثانيه، وبعدين من الثالثه للرابعه، فيبتدي تاثير الفيسكس ستريس بيزيد طول التماشي. ايه حسب عبل ما بينتقل من اول من عند الوول لاول طبقه، وبعدين من اول طبقه لثاني طبقه، من ثاني طبقه لثالث طبقه، فطول ما عمال تاثير الفيسكس بيزيد لغايه لما هيوصل لما يسمى الفولي ديفلوبت، اللي هو يثبت بعدها زي الفولي ديفلوبت اللي عندك في البايب لاين. خلاص جاي لي ليه مع الفيلوسيتي؟ ماشي. احنا اتفقنا دلوقتي. حاضر. احنا قلنا في حاجتين بيغيروا، قلنا اول حاجه مع الاكس بيزيد، وزميلك سالني بيزيد ليه مع الاكس، وقلت له ان الفيسكاس ستريسز بتتنقل من لير للير مع الوقت، لان هي ليها علاقه بالوقت اساسا. لو انا واقف هنا الفلو عند، لو انا ماشي مع الفلو هنا عند لحظه، هنا عند لحظه تانية، هنا عند لحظه تانية، لو انا بتكلم على بارتكل معينه، فقلنا انه بيزيد نتيجه الفيسكا ستريس عماله تتنقل من لير للير لغايه لما بتوصل للفولي ديفلوبت ريشيو. الفاكتور الثاني قلنا السرعه، قلنا السرعه كل ما هتزيد هنلاقي الباوندري لاير سيكنس هيقل. يعني خلي بالك طالما عندي تو فاكتورز بيتغيروا يبقى عشان اشوف التاثير لازم اثبت واحد واشوف الثاني. يعني لما انا دلوقتي قلت لك الباوندري لاير سيكنس عمال يزيد كنت مثبت السرعه،
لنفس السرعه الباوندري سيكنس عمال يزيد مع الاكس دايركشن. لو انا هشوف تاثير السرعه يبقى لازم اثبت البوزيشن، ما ينفعش اقارن بين نقطه هنا ونقطه هنا، يا اما اقارن بين اخر نقطه عند نقطه معينه، عند كل نقطه يعني عند النقطه دي كل ما هتزود السرعه تلاقي السيكنس بتاعك عمال يقل. ليه؟ السرعه لما تزيد كده بتعمل ايه في الباوندري لير؟ انت تخيل كده عندك هنا حته في فلو وفي سرعه عاليه قوي، تعمل ايه؟ نتيجه الشير ستريس بتحاول تبوش اللي تحت. خلاص؟ خليني بقى اقولها لك بطريقه ثانيه. احنا قلنا ايه؟ الفيسكس ستريس بتتنقل من اللير دي لللير دي لللير دي. خلاص؟ لو السرعه عاليه قوي مش هتلحق تتنقل، يعني لو السرعه بطيئه تتنقل من هنا لهنا وبعدين من هنا لهنا وبعدين من هنا لهنا، كل ما السرعه بتعلى عمليه النقل دي بتاخد وقت اكتر، فتلاقي النقطه يعني وقت اقل، فبالتالي بدل ما تنقل من الليل دي للليل دي هتنقل هنا، فتلاقي السيكنس اللي كان موجود هنا هيبقى هنا عشان ليه علاقه بالتايم. فهمتها ولا اقولها تاني؟ اتفضل. صح ماشي. لا احنا قلنا ده زي البايب بتوصل للفولي ديفلوبت، فولي ديفلوبت هتثبت بعد كده خلاص تاثير الفيسكاس ستريس احتواه خلاص وصل لمنطقه. انت لو بصيت لشكل الفيجر هتلاقي تقريبا وصلنا اهو، وضع بقى افقي توصل للفولي ديفلوبت ريجن وما بتزيدش بعد كده زي في البايب لاين بالظبط. خلاص نعم. كلام جميل جدا. زي ما بيقول كل ما بتزود السرعه، احنا اتفقنا كل ما بنزود السرعه كل ما بيحصل، كل ما بتزود السرعه كل ما الباوندري سيكنس عمال يصغر، واتفقنا ليه. زميلك بيقول ينفع لو زودت السرعه قوي الغي النو سليب كونديشن؟ نظريا اه، نظريا اما هتوصل لينوز نمبر انفينيتي معناها ان مفيش باوندري لير، ومفيش باوندري لير يعني مفيش نو سليب كونديشن واقع خلاص، يعني النو سليب باوندري كونديشن ده لا يطبق للايديال فلو. الايديال فلو النو سليب باوندري كونديشن مش شغال. ليه؟ سرعه البليد صفر وسرعه الفلو ليها قيمه، مفيش طبقه ملاصقه تلغي السرعه، فهو نظريا اه، عمليا انت عمرك ما هتوصل لرينوز نمبر انفينيتي، وبالتالي عمرك ما هتلغي الفيسكاس ستريسز، وبالتالي عمليا لا. خلاص؟ لكن ممكن عمليا اوصل لحاجه اهملها، يعني يكون السرعه عاليه قوي ومفيش سيبريشن فالباوندري لاير سيكنس يبقى صغير قوي، فانا بهمله. بهمله مش بقول انه مش موجود. خلاص؟ عشان كده اما بنحل بوتنشال فلو سير بنحل بيزد على ان انا زي الصوره اللي قلتها لك في الاول ايروفويل الباوندري سيكنس اللي بقى صغير قوي فانا بهمل تاثيره فقط. لا طبعا بيبقى عليه. لا قلنا ما قلناش رينوز نمبر انفينيتي، قلنا الكوفيشنت اوف دراج قليل جدا. انت بتقول ان يقابل رينوز نمبر انفينيتي، هو ما يقابلش نتيجه ان طبيعه جلد الدولفين بتبقى سموث جدا، وبالتالي مش هيبقى في قدره للالتصاق. هل هتبقى زيرو؟ لا مش شرط تبقى زيرو، لكن بيبقى يعني انا عجبني التشبيه بتاعك، يعني هل اقدر اقول ان الدولفين نو سليب كونديشن عشان هو فيري سموث؟ هو سليب كونديشن ده جاي منين؟ جاي من الرفنس مينلي، نتيجه الرفنس بتاع الجسم. اه تقدر تعتبره كده، لكن هو 100% مش كده، يعني هو مش كده لكن اقدر اعتبره كده، لان مفيش اي سطح 100% سموث، لازم في رفنس، مفيش حاجه 100% سموث. ماشي؟ فكل ما بيبقى سموث كل ما انت الطبقه بتصغر قوي، فكأن ما بقاش في حاجه ملاصقه، عشان كده انت بيتهيألك لما يطلع ان مفيش حاجه. ماشي؟ طيب. يبقى اتفقنا ان الفاكتور الاخر كل ما فيلوستي بتزيد كل ما السيكنس عمال يقل، نظريا 2 رينوز نمبر انفينيتي معناها ان الفيسكاس ستريس بقت بزيرو، معناها مفيش باوندري لاير، وده يبقى رحنا للبوتنشال فلو ثيري. يبقى نظريا لو عايز اطبق بوتنشال فلو ثيري اقدر اطبقه لو عندي رينوز نمبر انفينيتي يبقى ما بقاش في باوندري لاير وما فيش سيباريشن في الباوندري لاير، لو اي حاجه من دول ما اتحققتش يبقى مش هقدر اطبق بوتنشال فلو ثيري. خلاص؟ طيب. عشان نربط الكلام ده برينوز نمبر، لان في ناس بتلخبطه في الحكايه دي، رينوز نمبر عباره عن ايه؟ في ال على نيو او في اكس على نيو. خلاص؟ فالتو فاكتورز ظهروا هنا الفي والاكس، التو فاكتورز دول هم اللي بيأثروا على الباوندري لاير سيكنس. لو الاكس بتزيد يبقى هتلاقي الباوندري سيكنس بتاعك هيحصل له ايه؟ هيزيد.
كل ما اكس عماله تزيد كل ما الباوندري لاير سيكس بتاعك بيزيد. معنى ان اكس بتزيد معنى ذلك ايه؟ ان النيروز نمبر عند النقطه دي ليه قيمه، عند النقطة التانية ليه قيمة تانية. ده رينوز نمبر لوكال عند نقطة معينة اللي هو في اكس على ميو. هنا انا مثبت الفي وبغير الاكس، طالما ثبتت الفي وبغير الاكس كل ما اكس عمالة تزيد معناها اللوكيشن بيتغير، معناها اللوكال رينوز نمبر بتاعك بيتغير، اكس بتزيد رينوز نمبر بيزيد، الدلتا او الباوندري سيكنس بيزيد، تبقى العلاقة هنا طردية. لا الرينوز نمبر رو في دي على ميو او رو في ال، عشان مش عايز استخدم رو في دي عشان هو رو في ال، ال ده كاركترستيك لينس، رو في ال على ميو. الرو على ميو دي بتشيلها وتحط مكانها تحت نيو، النيو اللي هي الكيناماتيك فيسكوستي اللي هي ميو على رو. فانا بقول في ال على نيو مش على ميو، معايا؟ نيو اللي هي ميو على رو، ماشي؟ وبالتالي كل ما انا ثبتت السرعه والنيو بروبرتي ثابته يبقى كل ما اكس بتزيد كل ما النيوز نمبر اللوكال عمال يزيد الباوندري سيكنس بيزيد. طب عايز اشوف التاثير الثاني اللي هو تاثير السرعه بقى. ما اقول تاثير السرعه يبقى لازم اثبت البوزيشن، عشان كده بتكلم على النيوز نمبر الاصلي. يبقى بقول النيوز نمبر واسكت يبقى بتكلم على البليت كله، يبقى بعوض عن الاكس بطول البليت كله اللي هو ال، يبقى يو ال على ميو. يبقى انا ثبتت ال وثبتت النيو، يبقى كل ما هتزيد اليو هتزيد معاها السرعه، هزيد معاها رينوز نمبر، زاد اليو اللي هي السرعه زاد معاها رينوز نمبر، الباوندري سيكنس بيقل. يبقى لو انا قلت لك ايه علاقه الباوندري سيكنس بالرينوز نمبر وسكت يبقى انا بتكلم على رينوز نمبر. لو اقول لك رينوز نمبر وسكت قطعا مش بتكلم على اللوكال، لان اللوكال لازم اقول لك الرينوز نمبر عند البوزيشن الفلاني. طالما قلت لك رينوز نمبر وسكت يبقى انا بتكلم على يو ال على ميو. يبقى كل ما رينوز نمبر بيزيد كل ما الباوندري سيكنس بتاعك عمال يقل زي الصور اللي احنا شفناها، خلاص. لكن لو بتكلم على لوكال بقى قصه مختلفه، لو بتكلم على لوكال بوزيشن القصه مختلفه. اي سؤال في الكلام ده؟ اتفضل اتفضل. لو حضرتك قلت اللوكال كونديشن مينلي بتعتمد على الرفنس بتاع السيركت، صحيح. طب انا كان في فيديو امبارح قررت ان انا احط مثلا سكينه في عسل، هي بتطلع فلير عسل حوالي، صحيح. طب ليه ما انا لو خرجت مثلا سكيني طبق في الدور ماشي ليه ما بنزلها في ميه ما تكونش في طبقه اير حواليها؟ ايه ده؟ لا رينوز نمبر بيعتمد النو سليب كونديشن يعتمد على الرفنس بتاع البليت والفيسكوستي بتاعت الفلويد الاثنين مع بعض، مش ده لوحده. عشان كده هو لما اختار يجيب السكينه اتكلم على عسل، ما جابلكش ميه لان الميه مش هتحسها قوي. فنقى عسل ليه؟ عشان الفيسكاس عالي، وبالتالي اما الفيسكاس عالي الباوندري لير سيكنس بتبقى عاليه فبتقدر تشوفها، خلاص. لكن انت بتتكلم على هواء، الهواء بنزلها تحت ينزل معاها هواء ولا لا؟ الميه هتحوش ان الهواء ينزل معاها، ماشي. والفيسكوستي بتاعت الهواء قليله قوي وبالتالي مش بتبقى اتاتشت جامد بالوول، ماشي. طيب يبقى احنا اتفقنا دلوقتي ان الباوندري لاير سيكنس بتزيد مع الاكس وبتزالي بتزيد مع رينولز اكس. رينولز اكس ده معناه اللوكال عند النقطه دي، واتفقنا ان الترانزيشن بيحصل عند سيرتن رينولز نمبر، وقلنا النورمال لو رينولز نمبر بتاعك 10 اس 5 ده هيبتدي يحصل من لامينر الى ترانزيشن. والحقيقه رقم 10 اس 5 ده مش لازم يكون 10 اس 5، في فاكتورز هنتكلم عليها بتاثر على الرقم ده، لكن من غير اي تاثيرات خارجيه بنقول 10 اس 5. وبعد كده عند رينولز نمبر اكس 3 في 10 اس 6 3 في 10 اس 6 يبتدي الترانزيشن يحصل ايه؟ للامينر. طيب لو قلت لك طول المسافه من اول البليت هنا لغايه لحظه الترانزيشن من لامينر الى ترانزيانت فلو كانت واحد، لو قلت لك المسافه دي واحد تبقى المسافه من اول البليت لغايه بدايه التربولنت كام؟ اقول تاني بقول لك اسيوم ان المسافه من اول البليت لغايه لحظه الترانزيشن من لامينر لتربلنت واحد. ما هي قيمه المسافه من اول البليت لغايه الترانزيشن من ترانزيانت للامينر لتربلنت؟ هتقسم ده على ده 3 في 10 اس 6 على 10 اس 5 يعني يديلك 30. يعني لو حته اللامينر واحد
الترانزيشن كلها هتبقى 30 او هتبقى 29 بقيه الواحد، وبالتالي الرسمه دي اكيد نوت تو سكيل، يعني اكيد المسافه دي مش واحد ودي تكون 30 ضعف، يعني اكيد المسافه دي مش 30 ضعف، عشان كده بنقول ان دي نوت تو سكيل. لكن بص بقى على الرسمه تحت تو سكيل هتلاقي ايه؟ هتلاقي اللامينر قعد بس لغايه واحد وبعدين 29 ترانزيشن، وبعدين بعد كده لغايه نهايه بقى البليت كله تربلنت فلو. عشان كده بنقول نعم اتفضل. عشان كده احنا بنقول ان اللامينر باوندري لامينر منطقتها صغيره جدا، على طول بيحصل ترانزيانت للترانزيشن ثم تربلنت، وبالتالي عشان كده بنقول ان حتى في اللوف بايب دايما نقول لك الفلو از تربلنت، ماشي؟ فاللامينر جزء صغير جدا بالنسبه لبقيه الفلو، ماشي؟ يبقى اي لامينر باوندري لير انا ببقى متوقع انها تتحول على طول لايه؟ تربلنت باوندري. طيب تفتكر انت لو جينا نتكلم على الدراج، هل الدراج في اللامينر اكبر ولا الدراج في التربلنت اكبر؟ احنا اتفقنا ايه؟ اوف دراج ديتو فريكشن بيقل جوه اللامينر، وده موجود هنا لو بصينا على الشكل ده هتلاقي ايه اللي انا رسمه هنا؟ راسم along البليت، راسم الكوفيشنت اوف فريكشن، لقينا الكوفيشنت اوف فريكشن في اللامينر عمال يقل، واحنا قلنا ليه؟ لان السلوب اللي هو ديو باي جواي بيقل، وبالتالي الشير ستريس بيقل. نفس الفينومينا بالظبط بتلاقيها فين؟ في التربلنت. في التربلنت الكوفيشنت اوف فريكشن عمال يقل لنفس السبب، ان السلوب عمال يقل برضه. لكن حته الترانزيشن من لامينر لتربلنت ده مش عارفين ايه اللي بيحصل، لكن مؤكد من معلوماتك السابقه ان الكوفيشنت اوف فريكشن في التربلنت اعلى من الكوفيشنت اوف فريكشن في اللامينر. ليه؟ افكرك بليه؟ انت خدتها مع دكتور حسن بس خليني افكرك بيها. ده الفيلوسيتي بروفايل في حاله ايه؟ اللامينر. ده الفيلوسيتي بروفايل في حاله ايه؟ التوربلنت. الباوندري سيكنس، الباوندري لاير سيكنس في حاله اللامينر ده اكبر ولا اصغر من الباوندري لاير سيكنس في حاله التوربلنت؟ اصغر اكيد، ماشي؟ فانت بيتهيألك كل ما هتكبر الباوندري لاير بيتهيأ لنا ان السلوب هيقل. الكلام ده صح جوه اللامينر، لكن مش صح من لامينر لتربلنت. ليه ما اقدرش اقارن من لامينر لتربلنت؟ لان الفيلوسيتي بروفايل اختلف. هنا الفيلوسيتي جريدينت من اول نقطه في الباوندري لاير لغايه اخر نقطه في الباوندري لاير مور اور ليس كونستانت، يعني السلوب تقريبا ثابت. غير هنا، هنا السلوب حصل ايه بقى؟ السلوب كان عالي جدا في الحته الاولانيه وبعد كده بقى قيمته ايه؟ قليله. فلو انا بتكلم على الوول هقارن انه سلوب؟ هقارن السلوب اللي هنا ده بالسلوب اللي هنا، ولا هقارن السلوب عند الوول هنا بالسلوب عند الوول هنا؟ لو قارنت بقى السلوب عند الوول هنا في حالة اللامينر بالسلوب عند الوول هنا في حالة التوربلنت، مين فيهم السلوب بتاعه مع الواي اكبر؟ توربلنت اكبر. لو السلوب مع الواي اكبر في التوربلنت، يعني ديو باي دي واي اكبر في التوربلنت، يعني الشير ستريس اكبر في التوربلنت، يعني coefficient of friction اكبر في التربلنت، يعني coefficient of drag due to friction اكبر في التربلنت، يعني drag due to friction اكبر في التربلنت عن اللامينر، خلاص؟ وبالتالي انت والله طول ما انت، على فكره انا بتعمد اغير طريقه الكلام اللي بقولها بين كل جمله وجمله. ليه؟ لان انا عارف الاغلبيه او ناس منكم قاعده ماسكه ورقه وقلم وعايزه انا الجمله اللي اقولها تكتبها، وبعدين الجمله اللي انا اقولها تتصور، وبعدين الجمله اللي انا اقولها تتحفظ، وبعدين الجمله اللي انا بقولها تتحط في الامتحان، وبعدين الجمله اللي انا بقولها ما تجيش الامتحان، ماشي؟ عشان كده انا بغير اسلوب اللي انا بتكلم فيه، لان انا مش عايزك تحفظ اللي انا بقوله، عايزك تفهمه وبالتالي تقدر تقوله باي اسلوب اخر، مش لازم نفس الاسلوب اللي انا بقوله. مش فاهمه اصلا. اقول تاني. اقول تاني ما يمنعش. ايه هو السؤال؟ السؤال
هل الفريكشنال دراج في حالة اللامينر أكبر ولا الفريكشنال دراج في حالة التربلنت أكبر؟ نفس السؤال ده ممكن أقوله لك، هل الكوفيشنت أوف فريكشن في حالة اللامينر أكبر ولا الكوفيشنت أوف فريكشن في حالة الدراج أكبر؟ ليه؟ لأن اف دي هي عبارة عن سي دي في كونستانت. نفس السؤال ده ممكن اقول لك الشير ستريس في حاله اللامينر اكبر ولا في حاله التربلنت اكبر، لان كل ده بيعتمد على بعض. ايه العلاقه ما بين كل ده بيعتمد على بعضه؟ السلوب الشير ستريس بيساوي ايه؟ تاو ميو في ديو باي جي واي. هل الميو في حاله اللامينر غير ميو في حاله التربلنت؟ هي هي. عظيم. وبالتالي يبقى اللي هيحدد قيمه الشير ستريس هي قيمه السلوب بتاع الفيلوستي مع الواي دايركشن الفيرتيكال. فين؟ هل ادور على السلوب في اي حته؟ هنا مثلا، واقول السلوب هنا قليل يبقى الشير ستريس قليل؟ لا، انا هنا بتكلم على اس انو شير ستريس عند نقطه معينه عند الوول اللي اسمه وول شير ستريس. يبقى لما بتكلم على السلوب بتكلم سلوب عند الوول شير ستريس، ما اروحش على حته بعيده عن الوول واشوف السلوب فيها ايه، ده انا باجي سلوب عند الوول. يبقى انا ببص السلوب هنا عند الوول، السلوب عند التربلنت فلو اللي هو عند الوول بقى عند النقطه دي، هل هو اكبر ولا اصغر بالسلوب عند الوول برضو في حاله اللامينر؟ كلنا قلنا ان التربلنت اكبر، يبقى دي يو باي دي واي في حاله التربلنت اكبر من دي يو باي دي واي في حاله اللامينر. الشير ستريس ميو في دي يو باي دي واي، يبقى لو دي يو باي دي واي اكبر في التربلنت يبقى الشير ستريس اكبر في ايه؟ التربلنت. الشير ستريس ده هو سبب ايه؟ سبب الفريكشن دراج، لان في الاخر انت هتضربه في ايه؟ في الاريا، الشير اريا يدي لك الفريكشن دراج. وبالتالي بما ان الشير ستريس في اللامينر في التربلنت اكبر من الشير ستريس في اللامينر، يبقى بالتالي الدراج في التربلنت اكبر. دراج انو دراج بقى عشان نبقى محددين، دراج ديو تو فريكشن او فريكشن دراج. انا اتكلمتش خالص هنا على البريشر دراج، بتكلم فقط على الفريكشنال دراج. وبالتالي الفريكشنال دراج في حاله التربلنت اكبر من الفريكشنال دراج في حاله اللامينر. وبالتالي كوفيشنت اوف دراج ديو تو فريكشن في حاله اللامينر سي دي اف في حاله التربلنت اكبر من سي دي اف في حاله اللامينر. نعم نعم. انهو في؟ ايوه انهو في سرعه الفري ستريم اللي هي السرعه دي، السرعه اللي بعيده عن الباوندري لاير، السرعه دي هي السرعه دي. باوندري ايه؟ صح، باوندري سيكنس بيزيد اهو. كل ده اوكي انا معاك. زميلك بيسال على حدود الباوندري لاير، كنا اتفقنا ان الباوندري لاير سيكنس بيتقاس من الوول لغايه سيرتن فاليو اوف فيلوستي، ما باخدهاش لغايه الفيلوستي الفري ستريم، باخدها سيرتن بيرسنت من الفري ستريم. قلت لك يا بناخدها 95% او 99%. فلما انا قست من اول هنا لغايه 99% او 95% ايا كان، وصل لي هنا، يبقى ده السيكنس. لما جيت اطبق الكلام ده نفس الكلام ده عند التربلنت، قست اب تو 95% وصلت لهنا. خلاص؟ لو انت فكرت ان السلوب بتاع السرعه اوصل النقطه دي بالنقطه دي في حاله التربلنت اكيد غلط، لان السرعه بتزيد قوي في الحته القليله من الوول وبعدين ترجع ايه؟ تزيد بالراحه. فانت بتدور على السلوب فين؟ مش هنا، ولا السلوب لما توصل الخط ده بالخط ده، انت بتدور على السلوب هنا. فالسلوب اهو، يبقى ده المسافه اللي انا بدور عليها. هنا بقى العمليه مختلفه شويه، لان هنا مور ليس هو لينير من الاول للاخر، مفيش حتتين زي هناك هنا. وبالتالي حتى لو انا قربت ده هلاقيه تقريبا هو مش فارق قوي، لكن برضو انا بدور على السلوب عند الوول. يبقى لو خدت الزاويه عند الوول في التربل في اللامينر هتلاقيها اقل من الزاويه عند الوول في التربل. وبالتالي يبقى رسمه بقى الكوفيشنت اوف فريكشن اللي احنا رسمناها دي اللي هي دي رسمه صحيحه 100%. ايه؟ ان الكوفيشنت اوف فريكشن في حاله التربلنت اعلى من الكوفيشنت اوف فريكشن في حاله اللامينر. الكوفيشنت اوف فريكشن سواء لامينر او تربلنت بيقل مع الاكس دايركشن في الحالتين، في حاله اللامينر بيقل مع الاكس دايركشن وفي حاله التربلنت بيقل مع الاكس دايركشن. السبب في الاثنين زياده الباوندري لاير سيكنس في حاله اللامينر مع الاكس دايركشن، وزياده الباوندري لاير سيكنس في حاله التربلنت مع الاكس دايركشن، يؤدوا الى ايه؟ ان الكوفيشنت فريكشن في اللامينر طول ما انت لامينر عمال يقل،
كوفيشن فريكشن طول ما انت تربلنت عمال يقل، لكن من لامينال لتربلنت اللي هو الترانزيانت بيحصل ايه؟ زياده مفاجئه. احنا حطينا هنا خط، عشان احنا مش عارفين اللي بيحصل. حته الترانزيشن ده مفيش فيه دراسات تقدر تقول ايه اللي بيحصل فيه، لكن المؤكد انك لما بتقيس الكوفيشن فريكشن هنا في حاله اللامينر بيبقى اقل من الكوفيشن فريكشن في حاله التربلنت. ماشي؟ نفس الكلام اللي انا بقوله اللي انت مستغربه قوي هو اللي انت شفته في البايب لاين، هو اللي انت شفته وانت بتستخدم مودي تشارت. وانت بتستخدم مودي تشارت كانت مرسومه ازاي؟ مودي تشارت كان رسم لك علاقه ما بين رينولدز نمبر، مودي تشارت اللي انت بتستخدمها عندك علاقه هنا رينولدز نمبر وعندك كوفيشنت اوف فريكشن، ورسم لك خط كده وبعدين عمل نقط كده وحط لك الرقم ده 2000 وبعدين نقط ثانيه والرقم ده 3000 او 4000 ايا كان الرقم، وراح رسم لك الكيرف كده. ده ايه ده؟ ده لامينر. بيحصل ايه؟ كل ما الريز نمبر عمال يزيد كل ما الاف عماله تقل. ده ايه؟ ده تربلنت. كل ما الريز نمبر عمال يزيد كل ما الاف عماله تقل. الحته دي فيها جامب اهي. الحته دي فيها جامب. اللي هي الترانزيشن، في نطه، في كوفيشن فريكشن. النطه دي ليه؟ عشان شكل الفيلوسيتي بروفايل بيتغير في النطه دي. الفيلوسيتي بروفايل كان كده، خلينا نتكلم على الوول، كان حاجه عامله كده. ده في حاله ايه؟ ده في حاله اللامينر. عمل ايه بقى في حاله التربلنت؟ عمل كده. فين الباوندري سيكنس في حاله التربلنت؟ اهو. فين الباوندري سيكنس في حاله اللامينر؟ اهو. يبقى الباوندري سيكنس في التربلنت اكبر من الباوندري سيكنس في اللامينر، ولكن اللي عند الوول سلوب في التربلنت عالي جدا، سلوب في التربلنت عالي جدا، عشان كده بيخلي السلوب ده عالي. يبقى الدي يو باي جي واي في حاله التربلنت اكبر من الدي يو باي جي واي في حالة اللامينر. نعم، علي صوتك شوية لو سمحت. البهوات اللي بيتكلموا ممكن اسمع زميلكم؟ اتفضل. سيكنس بتاع الباوندري لاير. ماشي. ماله؟ بيتقاس من عند الوول لغايه لما قيمه السرعه 95% 95% من السرعه الفري ستريم اللي هي السرعه البعيده. ماشي؟ يعني اما ال 5% دول بيروحوا فين؟ بيروحوا بعد كده بس ما يهمنيش لان بيروحوا في مسافه كبيره فما بهتمش بيهم. نعم. كل ما لا الرسمه دي بتقول ايه؟ الرسمه دي بتقول وانت جوه اللامينر الكوفيشنت فريكشن بيقل مع رينولدز نمبر، وانت جوه التربلنت الكوفيشنت فريكشن بيقل مع رينولدز نمبر. ماشي؟ لكن من اللامينر للتربلنت في جامب، في نطه. والله وهي نفس الرسمه دي، هي شايف النقطه دي؟ كوفيشن فريكشن مالها؟ قارن الكوفيشن فريكشن هنا بالكوفيشن فريكشن هنا، مين فيهم اكبر؟ طيب ده فين بقى؟ في التربل. يبقى اكبر من اللامينر ولا مش اكبر؟ لو انا كملت الخط ده هكمله كده، ولو كملت الخط الثاني هكمله كده. يبقى لو عند نفس الرينولدز نمبر ممكن يكون عندك لامينر او تربلنت، هتلاقي التربلنت اكبر من اللامينر. ماشي؟ طيب لو انا حبيت بقى كونكلود واقول لك تفضل بقى السريان يكون لامينر ولا تربلنت؟ لامينر طبعا لغايه دلوقتي، لغايه المنطقه دي، لغايه المعلومات اللي خدناها دلوقتي. لو انا بصيت فقط على الكوفيشنت اوف دراج دي تو فريكشن، لو انا بصيت فقط على الفريكشنال دراج او على السكين دراج، هقول من الناحيه دي بس افضل الفلو يكون ايه؟ لامينر. ليه؟ لان الكوفيشنت اوف دراج دي تو فريكشن هيكون اقل.
الكلام ده ينطبق تماما على فلو اوفر فلات بليت. فور فلو اوفر فلات بليت الكوفيشنت اوف دراج بتاع البريشر بكام؟ بزيرو، مفيش اي سيباريشن خلاص. وبالتالي يبقى انت هتبص بس على الكوفيشنت اوف دراج، هتبص على كوفيشنت اوف دراج دي فريكشن اللي هو السي اف، وبالتالي السي اف في التربلنت اكبر من اللامينر، فانا افضل اللامينر. طبعا الكلام اللي قلناه للكوفيشنت اوف دراج هو نفسه للفريكشن دراج نفسه، لان ده فاكتور من هنا. ماشي، نفس الكلام قلناه في البايب المره اللي فاتت اللي هو الفولي فلو في البايب لاين. طيب ايه الحاجات بقى اللي هتاثر على الفلو اذا كان لامينر ولا تربلنت؟ الترانزيشن ده احنا قلنا 1/10^5 وقلنا 3/10^6، بس قلت لك ده مش شرط، في سيفرال فاكتورز هتاثر على امتى هيحصل ترانزيشن. هل هيحصل عايز نمبر في 1/10^5 زي ما احنا قلنا، ولا لا ده ممكن يحصل عند في 1/10^4 او في 10^6؟ في فاكتورز بتاثر. ايه هي الفاكتورز؟ رافنس، خشونه هتاثر وهنشوف ازاي. فري ستريم ديستربنس او فري ستريم تربلنت، الهواء هو جاي هل هو ديستربد يعني تربلنت ولا جاي يونيفورم فعلا. النويز، اكوستيك نويز. ايه الاكوستيك نويز؟ اي مش عارفين يعني ايه نويز. انت ايه اللي بتسمعه لما الطياره بتطير فوق؟ انت بتسمع النويز. ايه اللي بتسمعه لما المروحه تكون شغال؟ يعني الاخ اللي قاعد جنب المروحه ده سامع ايه؟ سامع نويز طالعه منين؟ من المروحه. الفلو انستيدينس اللي هو الانستيدي بتاع الفلو، لو في فلكتويشن مع التايم. الفايبريشن لو في اي فايبريشن. والكيرفتشر اوف وول، هل كل الفلو اللي احنا هناخده فلو على فلات بليت؟ هل الفلو على حوالين العربيه فلو على فلات بليت ولا في كيرفتشر؟ وبالتالي كل الحاجات دي بتاثر. انا يهمني حاجتين مهمين جدا في كل دول، طبعا كلهم لازم تبقى عارفهم، بس اللي انا هشوفهم على الاخص الرافنس والكيرفتشر اوف وول. كل الحاجات دي كونتريبيوت تو ان ايرليير ترانزيشن لوكيشن، يعني اللوكيشن بتاعك هيبقى بدري شويه، يعني عند هيحصل عند رينولدز نمبر بدري شويه. خلاص هنشوف الكلام ده، هنشوفه للرافنس وهنشوفه للكيرفتشر اوف وول، ده اكيد هنشوفه. العادي بنقول 10^5 ده اللي هو الكريتيكال رينوز نمبر اللي يبتدي يتحول من لامينر الى تربلنت. يعني ايه هنشوفه؟ يعني احد الطرق اللي احنا لو حبينا نعم بتعمل ديستربنس للفلو هي بتاثر في ايه؟ بتاثر ان عشان احول من لامينر الى تربلنت اي ديستربنس، عشان اللامينر باوندري لير از نوت ستيبل. يعني ايه از نوت ستيبل؟ يعني ممكن تتحول، احنا شفناها هي في اول 1% من الفلو ده كله ترانزيشن وتربلنت. اي ديستربنس هياثر يحولك على طول لامينر لتربلنت. عشان كده احنا قلنا احسن، انا افضل انها تبقى لامينر، لكن عمرك ما هتقدر تحافظ عليها انها لامينر، لان اي نويز، اي النويز دي عباره عن ايه؟ هو ايه النويز ده؟ كان نفسي تقول لي ايه النويز عشان تعرف بيأثر ازاي؟ ها؟ بريشر ويفز. اكيد البريشر ويفز، يعني في بريشر ويفز فهتخلي تعمل ديستربنس للفلو. ما هو كده اللامينر ده نوت ديستربت فلو، اي ديستربنس يروح ناقل لك على طول لايه؟ لتربلنت. خلاص؟ طيب الرافنس هيأثر ازاي؟ الفلو رافنس لو مفيش رافنس يبقى 1/10^5. طيب ايه اللي بيحصل؟ لو في اي رافنس، لو انا عايز احول الفلو لتربلنت، انا اللي عايز احوله واعمل اي رافنس، يعني مثلا هنا حط تريب واير، تريب واير، واير انت شايف سيكشن طبعا، الواير ده بطول البليت. طب تفتكر قطره قد ايه ده؟ متر؟ كام يعني؟ مين فيكم يتوقع قطر الواير ده؟ ده داخل ايه؟ ده جوه الباوندري لير، مش ده جوه الباوندري لير؟ الباوندري لير قطرها ايه؟ اقل من المليمتر، بالمليمتر او اقل، وبالتالي ده قطره صغير جدا. وجوده عمل لك ايه؟ عمل لك رافنس في السكه، عمل لك ديستربنس في السكه، فبيسرع الترانزيشن من لامينر الى تربلنت. يعني وجود ده خلى لك يحصل ترانزيشن بقى مش عند 1/10^5، لا، ده عند 1/10^4. يعني لو شلته كان ممكن الترانزيشن ده يحصل قدام خالص، لكن وجوده هو اللي سرع في حدوث الترانزيشن. هنشوف الكلام ده من الموفي عشان ناكد الكلام ده. الصوره دي هنشوفها كمان شويه. الصوره دي الفلو اللي تحت ده لامينر ولا تيربلنت؟ ده تيربلنت، واللي فوق واللي فوق ده ايه؟ لامينر. تعال نشوف الموفي عشان نشوف اللي هيحصل. طيب قبل ما هشوف الحته اللي تهمني في الموفي اللي انا سايبها من المره اللي فاتت، كنا احنا خدنا الفلو على فلات بليت. لما تاخد فلو على فلات بليت الاريا ثابته طول ما انت ماشي، الاريا بتاعت الفلو ايه؟
ثابت. لكن هل شرط الاريا تبقى ثابته في الابلكيشن بتاعك؟ طبعا لا. يعني لما بدرس بنشوري هل الاريا فيه ثابته؟ بنشوري الاريا ايه؟ مش ثابت، خلاص. طيب ما تاثير هذه تغير الاريا على الباوندري لاير والباوندري لاير سيبريشن؟ ده اللي احنا عايزين نشوفه. وهفكرك بحاجه خدتها في سنه اولى. في سنه اولى خدت ايه؟ خدت فينشوري. ولما خدت الفينشوري قال لك الكونفرجن بارت طوله ماله بالدايفرجن بارت، يعني جزء الكونفرجن بارت اقل. يعني هل اقول الكونفرجن بارت اقل ولا اقول الدايفرجن بارت اكتر ولا مش فارقه؟ الدايفرجن بارت هل اقول هل ليها معنى؟ هل انا اقول تاني، انا عايز حد لو فيكم حد يذاكر شويه لان شايف الاغلبيه بيقول لك مش فارقه، هل اقول الكونفرجن بارت طوله اقل من الدايفرجن بارت ولا اقول ان الدايفرجن بارت طوله اكبر من الكونفرجن بارت؟ رياضيا مش فارقه، فيزيكالي فرقه كتير قوي. لا فعلا كله قال خلاص، هو انا بقول اكبر ليه بقى؟ السؤال لو حد يعرف الاجابه يقول لي ليه عملت الدايفرجن بارت اكبر، لان احنا كبرنا الدايفرجن بارت. اتفضل. هو لو الدايفرجن بارت اكبر عشان انا ما خليش في الريليشن، يعني ده بيأثر لو ما بكبر الجزء بتاع الدايفرجن بخلي في نص نص، يعني الناس مش ما يبقاش في سيبريشن. ليه؟ ماشي اللي انت خدته، هو قال الاجابه اللي انت خدتها وما اظنش انت هتقول اكتر من كده. الاجابه اللي انت خدتها كنا قلنا لك لو انت عملت الدايفرجنت كده كنا قلنا ان الستريم لاين مش هيقدر ياخد شارب كورنر وبالتالي هيسيبريت. هو ايه بقى اللي بيسيبريت دلوقتي؟ انا هقول لك دلوقتي ايه اللي بيسيبريت. ايه اللي حصل سيبريشن فين هنا؟ في الباوندري لير. السيبريشن ده موجود في ايه؟ في الباوندري لير. فاحنا بنعمل ايه؟ قال لك عشان الغي الشارب كورنر ده بعمله بطول الطول فيبقى بقلل ايه؟ السيبريشن. سيبريشن في ايه؟ او الايديز، كنا بنقول لك الايدي فورميشن اللي بتعمل لوس. الايدي فورميشن ده سيبريتد، الفلو الباوندري لير فلو اللي هو الفلو اللي جنب الوول سيبريتد عن الوول، انفصل عن الوول. فلما انفصل عن الوول بقى في هنا ايديز، الايديز دي عماله تاخد جزء من الانرجي. فقللنا السيبريشن ده ازاي؟ بان احنا زودنا ولا قللنا الانجل؟ زودنا الطول او قللنا الانجل بتاع الدايفرجن بارت. يبقى هنا دلوقتي مش هتكلم بقى على فلو سيبريتد ولا ايديز، هقول باوندري لير سيبريشن، خلاص؟ طيب من معلوماتك السابقه ليه بقى ليه ما اهتمناش هنا؟ ليه الكونفرجن بارت ما فكرناش فيه يعني؟ ليه الكونفرجن بارت ما طولتوش؟ عشان اصلا ما فيهوش باوندري لير سيبريشن. يبقى معلوماتك السابقه بتقول لغايه دلوقتي ايه؟ بتقول الكونفرجن بارت لما الاريا تقل مش هيحصل باوندري لير سيبريشن، لما الاريا تزيد في احتمال لحدوث الباوندري لير سيبريشن. كل ما بقلل الانجل او كل ما بزود الطول بتاع الدايفرجن بارت بقلل امكانيه حدوث الايه؟ السيبريشن. عشان كده الديفيوزر او ده مش ديفيوزر، ديفيوزر اللي هو الدايفرجن بارت ده اسمه ديفيوزر طويل، لانك قللت الانجل عشان تتحاول تقلل السيبريشن. مش ده اللي انت خدته قبل كده؟ طب تعالى نشوف الكلام اللي انت خدته ماشي بقى معانا ولا لا. هنا الصوره دي على الدايفرجنت، صح؟ تحت ده توربلنت وفوق ايه؟ لامينر. حد فيكم يقول لي ازاي يبقى نص الفلو اللي تحت توربلنت ونص الفلو لامينر؟ تحصل ازاي دي؟ اتفضل. طب وليه يحصل تحت وما يحصلش فوق؟ انت عندك ده انا مصور الدايفرجن بارت في الفنشوري فلو داخل بفلوستي معينه، يعني لينوز نمبر تحت زي لينوز نمبر فوق، ليه هنا توربلنت وفوق لامينر؟ اتفضل. لا نعم؟ مالها؟
الرفنس فوق مين فيهم اعلى؟ حلو، اكتب اسمك في ورقه وابعتها لزميلك. والله انت والله العظيم كنت كاي في تبقى في ايدك وتقسم. لا والله ما فيش امتحانات 7 و8 زي ما قلنا. بس هيمتحنوا حد وخميس بس، ولكن هي يوم 29 عادي. عادي وين فيسبوك ده لسه جاية 26 هيبدو كان عادي. وفين معاد الامتحان؟ الامتحانات اهو 24/1 بس. وصل ده 4 أسابيع. 4 أسابيع لا عايك نسأل فيها بقى، لأن امتحان 4 أسابيع ليه؟ هل أيوه بس هل ممكن تعدلها بالآلة؟ أيوه ما هو هل ده ممكن معنى ذلك؟ مستنيين بقى الجدول اللي أيوه الكلام. لأنه ممكن يقول لك ابتدي من يوم 5. لا أنا أيوه ده يمكن بتاعة الجامعة ابتدي من يوم 29. ممكن الكلية تقول لها هبتدي امتحانات من يوم 5 لأنك أنت مش محتاج. يعني مش محتاج يبتدي من يوم 29. يعني هو مش محتاج 29 و4 أسابيع. ايوه هل هو محتاج هنا في الكليه 4 أسابيع في الامتحانات؟ ما هو لما هيدخل في الاسبوع الثالث عشان يبقى هيروح ناقل له للرابع؟ التخلفات ايوه بس ضاع منه سبت وحد بس. انا رايي نستنى بقى لما تيجي الورقه الرسمي اللي فيها التوزيع. بس هو ممكن هو نقول لهم ان لسه ما فيش حاجه بس. بس احسن كده ده احسن. ماشي طبعا. وما فيش 7 و8 ده اكيد. ماشي شباب انت دلوقتي في اشاعه طالعه ان الامتحانات اتاجلت يوم 5 يناير. ما فيش حاجه رسميه حتى الان بتقول الامتحانات يوم 5 يناير. الحاجه الثابته دلوقتي ان ما فيش امتحانات ولا 7 ولا 8 يناير. 7 و8 ما فيش. يعني انت الثلاث اللي كان عندك مشكله ما بقاش فيه. قولها لي امبارح تاريخ امبارح. يعني حصلنا بقى الجدول اللي هو بيحط فيه المواعيد بتاعه الامتحانات وامتحانات المواد في ايه هنقول لكم. يعني بس ما تقعدوش تبصوا على الفيسبوك لو سمحت يا جماعه عشان هفصل لك. والله هفصل لك الورقه اللي جايه دلوقتي رسمي بتقول ان الامتحانات على الورقه الرسمي اللي جايه دي ابتداء من يوم 29 لغايه 4 أسابيع منه ده على مستوى الجامعه. خلاص 4 أسابيع فتره كتيره على الامتحان. هل الكليه هتبتدي يوم 29 ولا هتبتدي يوم 5؟ لسه ما جوش قرار رسمي منه. خلاص فيعني الامتحانات ممكن تكون يوم 29 وممكن تكون يوم 5. هم الجامعه محدده 4 أسابيع الامتحانات. كل كليه بتحدد عايزه تمتحن فين في ال4 أسابيع دول. ماشي. الحاجه الثانيه اللي كان في زمايلكم بيطالبوها بيها انتوا كان عندكم حد 3 خميس وحد 3 الاسبوع اللي وراه. وكان زمايل كتير منهم مندوب الدفعه كان بيطالب ان الثلاث ده يبقى اجازه عشان تبقى حد خميس اللي هو في الاسبوع اللي فيه 7 يناير اللي يبقى 8 يناير. وراح لاداره الكليه، اداره الكليه ما رضتش وجابناها تاني واحنا اتناقشنا وكنا ناويين نديكوا الثلاث اجازه كان يبقى حد الخميس لوحدها. دلوقتي اداره الجامعه عامله يوم 7 و8 اجازه. ده اكيد هيبقى اسبوع في امتحانات بتاعكم، يا الاسبوع الاول يا الاسبوع الثاني. سواء كان الاسبوع الاول او الاسبوع الثاني التلات هيبقى اجازه عندك. ماشي. يعني انت يعني الكونكلوجن انا عايزكم تتكلموا اكتر لان هي اساسا انا عندي ناقصي محاضرتين وكنت انبسطت ان الاسبوع ده زاد عشان ما اخدش محاضرتين اضافيتين فاتكلموا اكتر عشان يبقوا محاضرتين 3 محاضرات. فخدوا راحتكم في الكلام قوي يعني ما عنديش مشكله انك تفضل تتكلم خالص ما عنديش اي مشكله. انت هتمتحن حد 3 خميس حد خميس يا هتمتحن حد خميس حد 3 خميس.
اول ما هيجي لنا جدول رسمي لتوزيع المواد، اول ما اداره الكليه تحط الامتحانات بتاعتها امتى هنجيبها لك عشان تنقي الجدول اللي يناسبك فيها. خلاص كده ماشي. نعم في حاجه؟ هتقول حاجه في المحاضره؟ هو انا اخش جوه المحاضره ولا انت هتخش؟ اتفضل. عندك سؤال يعني ولا عندك اجابه؟ نعم صح. الباشمهندس بيقول لك المفروض ان في سيمتريه، اللي تحت يبقى زي اللي فوق. ازاي يبقى تحت رفنس مختلف عن اللي فوق؟ ازاي الماتيريال تحت تبقى مختلفه عن اللي فوق؟ الحقيقه هو هنا تعمد يحط لك ديستربنس، هنشوفه دلوقتي في الموفي، يحط ديستربنس هنا عشان ديستربنس هذا بيجيب اي حاجه سنها رفيع قوي يحطها واير، تريب واير اللي سميناه، يحطه هنا عشان يقلب لك الفلو توربلان تحت. يبقى الترانزيشن فوق هنا ما حصلش ترانزيشن، فضل الفلو لامينر، هنا حصل ترانزيشن بدري وقلب لايه؟ للتربلنت. عايز يوريك ايه بقى؟ عايز يوريك الفرق بين اللامينر والتربلنت. زميلك شاف الايدز دي واعتبرها سيبريشن. الايدز اللي تحت دي مش سيبريشن خالص، دي الايدز اللي هي طبيعيه جوه التربلنت فلو. طب انا هعرف منين سيبريتد ولا لا؟ اما نشوف الموفي هتعرف. لو الايدز دي بيحصل فيها ريفرس فلو ومش لامسه للوول كانت هتبقى على طول سيبريشن، لكن لما تقول الفلو كله بيحصل له راندوم موشن بس كله بيتحرك في الاتجاه ده يبقى هنا ده التربلنت فلو عادي وما فيهوش ايه؟ سيبريشن. هنشوف الموفي دلوقتي ونعرف الحته دي. بيقول لك احنا لغايه دلوقتي شفنا كونستانتاري. طب لما الاريا بتتغير ايه اللي هيتغير معاها؟ السرعه. وايه اللي هيتغير مع السرعه؟ البريشر، صح؟ يبقى اقدر اقول الجزء اللي في الاول ده اللي هو الكونفرجنج السرعه فيه بيحصل له ايه؟ تزيد. والبريشر بيحصل له ايه؟ دي بنسميها ريجن اوف ديكريزنج بريشر، عشان انا هتكلم في الاخر البريشر هو الاهم. طب والدايفرجنت بارت العكس. طب تعال نشوف بقى الفلو في الكونفر اللي هيوريه لنا ايه هنا الاول. كونفرجنج، نشوف لو انا بقلل ايه اللي بيحصل. لو انت بتقلل بيحصل ايه للسرعه؟ السرعه هتزيد. احنا قلنا ايه اما السرعه تزيد الباوندري سيكنس يحصل له ايه؟ اما السرعه تزيد الباوندري سيكنس يحصل له ايه؟ يقل، صح. لما الباوندري سيكنس يقل تفتكر يقل يعني ايه؟ يعني منطقه الباوندري الفيسكس كلها تتركز اكتر جنب الوول. تفتكر السيبريشن هيبقى اسهل ولا اصعب؟ طيب حلو قوي، تعال نشوف الكلام ده. ايه اللي حاصل بقى هنا؟ باوندري لاير بيحصل لها ايه؟ سيكنس عماله ايه؟ تقل. هل حصل سيبريشن هنا؟ مفيش اي سيبريشن، باوندري لاير سيكنس قل، مفيش اي سيبريشن حصل. Downstream is about half what it is upstream because the two-dimensional flow contracts to
contraction, effect of the pressure gradient in the boundary layer is to enhance the already high shear stress or vorticity concentration very near the wall. It is as though a new boundary layer were being generated within the old. Profile at the exit is relatively thinner because there has been little time for growth of the new boundary layer by this distance. طب يقول لك اهو ان طبعا هنا سينر سمك قاعد داون ستريم ده بعد الكونتراكشن اقل من هنا ما عندوش وقت يحصل له جروس فيبقى الباوندري لير سيكنس اقل وبالتالي السيبريشن تكون اقل. تعالى بقى نشوف الدايفرجنت ده هنا كل ده كونفرجنج. Added to the boundary layer by the contraction has had little time to diffuse. So downstream a decreases the velocity of the boundary layer. So velocity gradients and shear stress are less, and the boundary layer is thicker. هنا بقى العمليه ايه العكس هنا في دايفرجن دايفرجن عشان السرعه يحصل لها ايه تقل تدي فرصه بقى ان الباوندري سيكنس ايه يزيد يبقى هنا الباوندري سيكنس ايه بيزيد. هل ده ليه علاقه بالسيبريشن او تاثير على السيبريشن نشوف. ايه اللي حصل هنا بقى في سيبريشن في ريفرس فلو في سيبريتد فلو وصلنا لمرحله بقى ابتدى في ريفرس فلو او سيبريشن واضحه قوي. سيبريشن يعني الفلو اللي كان ملاصق للبليت سيبريتد على البيم مبقاش لازق في البليت وتكون مكانه منطقه سيبريتد ريجون دي فيها ايديز او سيركيليشن فلو او ريفرس فلو الفلو بيرجع لورا في ريفرس فلو يعني ايديز يعني بيرجع الفلو لورا. Boundary layer is said to be separated يعني separated boundary layer يعني boundary layer حصل لها separation. Point on the wall where the fluid in the upstream boundary layer meets the fluid from the region of flow reversal is called the separation point. The wall shear stress is zero there. Here the point of separation of the laminar boundary layer is near the first wire. بكلمك عن النقطة دي velocity gradient هنا بكام؟ مع الواي. لو جيت رسمت مماس هنا مع الواي ده سلوستي سلوب مع الواي زيرو يعني ايه زيرو؟ يعني الشير ستريس هنا ايه؟ زيرو دي بنسميها السيبريشن بوينت بدايه السيبريشن بوينت بعدها حصل ايه؟ ريفرس فلو كل اللي بعدها ايه؟ ريفرس فلو يبقى بنسميها السيبريشن بوينت وبنتكلم على الجزء النظري هنتكلم عليها بكثره اكتر. واضح اهو السيبريشن والريفرس فلو واضحين هنا. The boundary layers we have seen so far have all been laminar. However, in most practical high Reynolds number situations, the boundary layers are not laminar. Rather, they are turbulent. Slow along a cylinder filmed with a high speed, followed by the appearance and growth of three-dimensional disturbance. Here, the exact position where growth of the channel bend is made turbulent by placing an الحته اللي انا نطيتها دي حته بيشرح لك فيزيكالي ايه اللي بيحصل لو حد غاوي يقراها لكن مش عالم. اللي احنا هنشوفه دلوقتي هنشوف تاثير لو الفلو بقى بدل لامينار بقى توربلنت. ادي الفلو اهو في الكونفرجنج بارت اهو وبعدين ادي الدايفرجنت بارت خلاص. هنشوف الفلو هنا الفلو هنا لامينار هنحط اي حاجه بتعمل ديستربنس اللي هو التريبت واير ونشوف لو بقى توربلنت هيبقى وضعه شكله ايه. Time
destruction in the layer upstream. The obstruction stimulates the naturally occurring processes and hastens the onset of transition. هيحط حاجه تعمل ديستربنس. هو دلوقتي حاطط الحاجه اللي عامله ديستربنس. لو ركزت شويه هنا هتلاقي فلو كله في ايديز راندوم ايديز بتاعت التربلنت، لكن هتلاقي كله داون ستريم، مش هتلاقي فيه ريفرس فلو. هتبان اكتر لما يشيل، لما يشيل يبقى هرجع للامينار تاني هنشوف بقى هيبقى فيه ريفرس ولا لا. لكن كل الفلو داون ستريم، مفيش اي حاجه بترجع. وبالتالي ده turbulent boundary layer وما فيهاش separation. اول ما شال بقى ايه اللي بيحصل هنا؟ في ده كل ده ايه ده؟ كل ده انت دلوقتي ده عندك laminar boundary layer separated عن الوول وبقى في ايدز بترجع. هيوري لك بقى نفس الصوره، تحت turbulent حاطط حاجه عامله turbulent وفوق laminar، وعايزك تشوف السيبريشن حصل فين؟ تحت ولا فوق؟ ما تبصش على تكون الايدز، تكون الايدز دي معناها انها تربلنت فلو، لكن بص على اتجاه الفلو، هل هو ريفرسد لورا ولا لقدام؟